انا شخصيا بحب الحلو ده للامانه، لما اجي اعمله بتفنن في عمايله. بعد اذن الاستاذ رحاب نشوف مقادير البغاشه على الهوا. مقادير البغاشه في متناول الجميع. ايه هي؟ كوبايتين من الدقيق، بيضه، شويه فانيليا، معلقتين زيت. ما بتاخدش خميره. هنعجنها مع بعض كده سريعا، ممكن نحط لها شويه بيكنج باودر، وده اختياري اذا عايزاها هشه قوي. بس هي تطلع معايا انا هشه. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. على القلب الرخامه دي كده. الدقيق اهو. هما شويه دقيق صغيرين، انا معايا عجينه جاهزه. بس حلو الكلام؟ زي الفل. وهنوسع كده في قلب الدقيق حفره. ربنا يكفينا شر الحفر، قولوا امين. وهاجي في قلب الدقيق ده كده يا عم الشيف، واكسر ايه؟ هو ده. اكسر البيضه دي. حلو الكلام؟ بس خلاص. ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره دي؟ ايه الصوره دي؟ فيها كل حاجه، فيها بروتين، فيها كربوهيدرات، فيها نشويات، معلقتين زيت زيتون. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ عليها شويه فانيليا. دي البغاشه على طريقتي. بغاشه على طريقتي. هلهلبها شويه، هلهلبها. يا ويلي يا ويلي، هي دي البغاشه. شويه ايه كمان؟ هيل ناعم. هي دي البغاشه. حطيت سنه بابريكا مع شويه هيل ناعمين. ده تطلع حلوه يا شيف؟ هتطلع حلو دلوقتي. واحط معاها شويه ملح كمان. زي ما انا شغال كده. ده كله في قلب البيضه هنا. شويه الملح، شويه سكر. بجيب من حواليا كده، الحمد لله المطبخ مليان. شويه سكر. زي الفل. واقلب دول كلهم مع بعض كده وانا شغال. بيضة كده. العجينة دي تطلع معايا تلم بس كده. بعدين هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنعجنها بايدينا زي الفل. احتاجت لشوية مية، بنحط شوية مية دافيين. زي ما انا شغال كده. بنلعب. احنا الاكل بتاعنا على النار هنغرفه بس، والسبرينج رولز ملفوف معايا جاهز. هلف شوية اتنين تلاتة اربعة مع بعض دلوقتي وبتدلع. بس انا العجينة دي حابب اعملها علشان حلو وسهل وبسيط في متناول الجميع. معانا مين يا ست الكل؟ مقادير البغاشه على الشاشه وانا شغال فيها. كوبايتين من الدقيق خدوا بيضه، حطيت على البيضه دي معلقتين من الزيت وقلبتهم كده، وحطيت شويه سكر. وايه كمان يا استاذ رحاب؟ غشيشين وقرفه وماء دافي حسب الايه. والعجينه دي كده معايا، جاب بتاعتين كده حلوين فرحان بيهم. زي الفل. وشويه ميه دافيين. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ممكن نزود بدل الميه حليب. بس انا عايز شويه ميه. بس خلاص. ونعجن العجينه تاني. مش لازم عجان يعني، مش لازم عجان. مع ست البيت الشاطره مش لازم عجان. ثمنه 6000 7000 20000 جنيه. هو لازم عادي موجود في المطبخ وكل حاجه. بس انا عايزك، ما كان في عجان زمان؟ ما كانش في عجان. وابطال عبرنا خط برليف وسينا وعبرنا وانتصرنا على كل الاعداء. ما كانش في عجان ولا في خلاط ولا في حاجه ولا في البوتاجاز التاتش ده ولا الجو ده خالص. شايف العجينه؟ الله الله. العجينه طلعت. ايه ده يا شيف كل ده؟ دي اول ما تلاقي الرخامه بتاعتك نضفت وايدك نضفت من العجينه زي الشعره من العجينه، اعرف ان العجينه بتاعتك ناجحه وزي الفل. شفتي؟ شويه الهيل اللي انا حاططهم مع البابريكا عاملين شغل جامد جدا في العجينه. حلو قوي. بلم العجينه كده وانا واقف. خلاص. خلاص رخامة نضفت والله، مضرب فيها منديل. وانا واقف على الهواء. من غير عجان. فين العجين؟ جيب لي اي اثار للعجين هنا يا شفيق، الله يرضى عليك انت واساتذتي فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين دي حبايبي. خش بالكرين. في عجين هنا؟ مكان العجينه دي احط البنجه واكلها. واشيل الجلافز ده كده وخلص الكلام. ادي العجينه بتاعت الايه؟ الغباشه. حلو الكلام؟ اللهم صل على النبي. زي ما هي كده. شفت العجينه بتطلع ازاي؟ والفها كده تاني. اخدم عليها واسيبها تريح 10 دقايق على ما نشوف ايه قصه السبرينج رولز ده كده مع حضراتكم. زي الفل. تمام. زي ما هي كده بقطعها. قطعها بقى قطع صغيره كده بالشكل ده كده. وتسيبها تاخد مرحله التخمير على جنب. حلو الكلام؟ طيب تعالوا مع بعض نعمل عجينه السبرينج رولز واحده واحده مع بعض. دي خلاص العجينه اهي، واخليها قدام عينيا كده عشان ما انساهاش.
زي ما هي بالشكل ده كده اهو، والفها كده زي الجماعه الفطاطريه حبايبي اهو كده. كباب الحله بدات اشم ريحته. ايه ده ايه ده؟ اهو 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 التفاصيل دي والنبي يا شفيق ما تفوتكش. رمضان في مصر حاجه تانيه، والسر في التفاصيل. كمان عندنا تفاصيل كتيره على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه عشان العالم كله يشهد. اهو اهو وانا شغال اهو. حلو العجينه الغباشه وانا شغال، نشيل كل ده مش عايزينه. حلو الكلام، سيبوني بقى اشتغل في البغاشه. والله وقتنا سعفنا، اهلا وسهلا محظوظين. وقتنا ما سعفناش يبقى حظنا كده واحنا شغالين مع بعض. اهو هجيب النشابه وادعوا لي بقى اهو، ونفرد كده مع بعض اهو اهو لغايه مخرجنا الجميل ما يقول لك وقتك خلص اجري. اهو عينيا ايدي انا هفرد ونحمر يا استاذ رحاب، واحنا ونصيبنا بقى هنعمل ايه. اهو حلو الكلام. أوه. وانا شغال هنجيب النشابه. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كيف لا ده احنا نغرف واحده بس. وادي الزيت عندي اخباره ايش زي الفل. واغرفك الفها كده بس من الشاب اهو 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 البغاشه اهو اهي العجينه اهي اهي، وخليها رؤية جدا رؤية جدا اهو اهو. واجي شايلها كده وعندي قطعه حلوه فرحان بيها جايبها اهي في القطعه. ايه القطعه كانت هنا اهي الحمد لله تمام. هناخد القطعه دي كده ونقطع كده اهو. شفت القطعه دي كده واخدها في قلب الزيت اهي. دي البغاشه، بص لي على البغاشه بقى جيبها لي. جيب لي البغاشه، فكره تحمير البغاشه زي بلح الشام حاجه كده اسرع من بلح الشام. دي تنزل في زيت شديد غير بلح الشام بينزل في زيت بارد. لما تيجي تحمري بلح الشام بيتحمر في زيت بارد، البغاشه عايزه زيت سخن. انا سيبوني احمر غباب بغاشه واخد بالكم، وايه وتقدروا تنهوا الحلقه ويا البغاشه في قلب الزيت هتطلع معايا عسل نحل زي الفل. هينزل عليها كده يسقيها وتقول لك عطشان يا سمران يسقيني عسل نحل.